في أحد الأحياء الشعبية القديمة في مدينة شمال البرازيل، وتحديداً على هذا الشارع الأكاديمية العربية السعودية. أكاديمية زي ما تشوفون مكتوب عليها اسم السعودية والعربية، وهنا شعار مشابه لشعار السعودية. اللي تشوفون هذا مو بشيء رسمي أو شيء حكومي، لا، هذا شخص يحب السعودية حتى في كل شيء، لبس المملكة والعاملين فيها لبس السعودية، وحتى الأطفال اللي يتمرنون لابسين لبس السعودية، حتى صورة العرض في جواله لابس هشماغ والثوب. الموضوع ما اقتصر على كذا، الموضوع أخذ جميع الشهادات والصور والتكريم اللي يتعلق فيه في المملكة، حتى هذه الصورة الجميلة في وسط الأكاديمية، والناس يشوفون هذا كل المتدربين في الأكاديمية. شكرا خسيه حبيبي أنت، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. وراح نشوف راعي الأكاديمية الآن. طيب بسم الله بسم الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. فيفا برازيل، شكرا. الله يا جماعة مشاعري ما توصف. يقولون تحيا المملكة العربية السعودية، أنا ما أدري شو أقول صراحة. مش أبريغادو، مش أبريغادو. حسين، everyone from these guys I will give him 50 خياس. Thank you. أبعطي كل واحد منهم 50 ريال كسوة العيد، يستاهلون والله. عشان مو مباجد بس. Let them know. مبسوطة ومبسوطة. يوم قلت أعطيهم 50 ريال مبسوطة. Thank you so much. الله أنكم تستاهلون قسم بالله. شوفوا يعني شيء، هذول عوائلهم. بل إن ولده يعرف النشيد الوطني السعودي. ساري مجدي والعليا، مجدي خالق السماء. الله أكبر يا موطني. Thank you so much. Much obrigado. طيب ما هو سر هذا الحب؟ ما هو سر هذا العشق اللي إنه جعله ينقل كل شيء في السعودية إلى بزنسه الخاص أو حتى منطقته أو ديرته، بل إنه يخليه جزء من المجتمع اللي هو يعيش فيه؟ باختصار هي قيمنا وثقافتنا وكرمنا وعاداتنا وتقاليدنا هي التي تصدر نفسها، ويجب علينا تعزيز هذا الأمر في كل مجال مجالات الحياة.